بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لكم شرح لحل امتحان نهاية الفصل الثاني 2016-2017 في عيد 263. نبدأ مع السؤال الأول، اختيار من متعدد. الفقرة الأولى: أي مما يأتي ليس عاملا لكثيرة الحدود؟ أعطاني هذه كثيرة حدود وطلب مني أي واحدة من كثيرات الحدود هذه ليس عاملا. طبعا عوامل كثيرة الحدود احنا ممكن نحل السؤال بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى ان انا اقوم احلل، يعني لو حللت x اس 5 ناقص 16x، لو حللته باخذ عامل مشترك هو x، افتح قوس x في كم يعطيني x اس 5؟ هو x اس 4 ناقص 16. وممكن انا احلل ما بين قوسين، طبعا هذا فرق ما بين مربعين، فممكن ان انا اقول x تربيع ناقص الجذر التربيعي ل 16 هو 4، و x تربيع زائد 4. طبعا هذه اللي فيها زائد ما تتحلل، هذه لاحظ فيها ناقص وفيها تربيع، وهذا ممكن اوجد له الجذر التربيعي، فممكن اقول x ناقص 2 في x زائد 2 وننزل x تربيع زائد 4. فهذه الاربع حدوديات هي عوامل كثيرة الحدود هذه، في أي واحدة ليس العامل؟ طبعا X عامل، X ناقص 2 عامل، X ناقص 4 لا مو موجود، X تربيع زائد 4 أيضا عامل. فهذا هو كثيرة الحدود اللي هي ليست عامل إلى هذا المقدار. فهذه طريقة. الطريقة الثانية أن احنا نساوي هذه بالصفر، نساوي هذا بالصفر ونشوف الناتج، يعني نقول x يساوي صفر، نعوض هني. هل لو عوضت، طبعا حسب نظرية العوامل، لو انا عوضت عن هذه بالصفر، صفر ناقص صفر صفر، فاذا طلع عندي جواب صفر فنقول ان x ناقص صفر عامل من العوامل، فهذا عامل. ايضا هذه x يساوي 4، لو عوضنا ايضا بيعطيني لا هني ما بيطلع عندي، لو شيء يكون x يساوي 4 تعوضون هني ما بيطلع عندي صفر. لو شيكتون هذه وهذه اوجدتون الناتج ساويتونه بالصفر وعوضتون بيشوفون ان الناتج يكون يساوي صفر. فهذه ايضا طريقة اخرى، بما ان السؤال اختيار فممكن انا احل باي طريقة كانت. الفقرة الثانية: ما باقي قسمة؟ طبعا هني اسهل طريقة عشان اوجد باقي القسمة إلى كثيرة حدود على كثيرة حدود هو باستخدام القسمة التركيبية. طبعا أنا أقدر أسوي قسمة تركيبية بس بيكون هذه العملية صعبة، لأن هني x أس 19 صعبة أن أنا أقوم أقسمها، فهو بس يبغى باقي القسمة. باقي القسمة نستخدم نظرية الباقي، حسب نظرية الباقي ناخذ المقسوم عليه نساويه بالصفر، بيطلع عندي x يساوي سالب 1، أقوم أعوض عن سالب 1 في الدالة، الناتج اللي يطلع عندي هو الباقي حسب نظرية الباقي. فهني بيكون سالب 1 أس 19 زائد سالب 1 أس 9 زائد سالب 1، طبعا كل واحدة من هذه المقادير راح يعطيني سالب 1، فالناتج هو سالب 3، فالإجابة هي سالب 3، فنختار اللي هو الخيار A. الفقرة الثالثة: ما أكبر عدد ممكن لنقاط التحول التي تحصل عليها عند تمثيل دالة كثيرة حدود من الدرجة السادسة؟ طبعا القاعدة تقول إذا كانت عندي الدرجة N فيكون أكبر عدد من نقاط التحول هو N ناقص 1، أكبر عدد يعني على الأكثر، فهو طلب أكبر عدد، فإحنا من نقص 6 1 فبيكون الناتج 5. المطلوب الرابع: ما مجموعة قيم K التي تجعل المعادلة دائرة؟ طبعا عشان تكون دائرة، بما أن هني X تربيع وهني Y تربيع وفي ما بينهم زائد فهي دائرة، وقلنا احنا إذا كان الحد XY غير موجود فعشان تكون دائرة لازم يكونون المعاملات متشابهة، يعني K تربيع هذا المعامل، معامل X تربيع يساوي معامل Y تربيع وهو 2K، فأنا أحل هذه المعادلة، أنقل 2K بتصير K تربيع ناقصا 2K يساوي صفر، أحلل بيطلع عندي K عامل مشترك، وننزل بعدين K ناقص 2 يساوي صفر، فإما الK صفر أو
الكي تساوي 2. طبعا هل الصفر مقبول؟ لو خلينا صفر راح يطلع عندي الناتج صفر يساوي 9. هاي طبعا ليست معادلة دائرة، أصلا هي ليست معادلة لأن الصفر لا يساوي 9، فهذا مرفوض، فيكون الناتج كي تساوي 2، فالإجابة هي بي. المطلوب اللي بعده، إذا كانت أو مطلوب اللي بعده، ما معادلة الدائرة التي تمس المستقيمين واي تساوي 7 واي تساوي 5 ومركزها يقع على المستقيم واي تساوي سالب اكس؟ طبعا هني لا تلاحظون كلهم يساوي 1، فاحنا نعرف ان الار بتكون 1، بس ليش طلعت 1؟ عشان نعرف هذا الشيء. طبعا لو رسمت انا رسمة بسيطة، لو قلنا هذه واي تساوي 5، طبعا واي تساوي 5 خط يقطع الواي، هذه 5 وهذه 7 مثلا، الدائرة تمس المستقيمين ومركزها يقع على هذا المستقيم. طبعا هاي مثلا الدائرة بهذه الصورة، مثلا انا اقول مثلا هني بتكون، لاحظوا البعد هذا 2 فيكون الار تساوي 1. الحين السؤال، اذا هذه 7 وهذه 5 كم بيكون المركز؟ هو أعطاني معلومة أن المركز يقع على المستقيم y تساوي سالب x، فإحنا بنعرف الحين شلون المستقيم y تساوي سالب x. طبعا المستقيم y تساوي سالب x يعني بهذه الصورة راح يكون هذا المستقيم y تساوي سالب x، طبعا هذا يمر بنقطة الأصل. زين، إذا يمر بالنقطة هذه، المركز يمر بهذه النقطة، فالمفروض أن الواي تكون عكس إشارة الإكس، لأن هني في سالب. زين، فلو نلاحظ الحين هذه 7 وهذه 5، زين، طبعا هذه أكيد راح تكون 6، زين، لأن البعد راح يكون 1. زين، فهل نقول هذه، طبعا هني المركز كم بيكون؟ فاحنا المفروض نطلع المركز في كل واحدة، هذا المركز راح يكون سالب 6 وسالب 6، خطأ، لازم يكون الواي تساوي سالب اكس، خطأ. هذه الثانية نعكس الإشارة يكون 6 وسالب 6. هني لو تلاحظون ان الواي تساوي سالب 6 والاكس تساوي 6، هذه اوكي، خلينا نشيك اللي بعدها، هذه ايضا 6 و6، خطأ، وهذه سالب 6 و 6، هذه اوكي بعد، الواي تساوي سالب 6. فهني السؤال الحين، اذا قال لنا مركزها يقع على هذا المستقيم، اي خيار ناخذ؟ هل 6 سالب 6 ام سالب 6 و6؟ طبعا 6 وسالب 6 هني، وال 6 وسالب 6 فوق، 6 وسالب 6 عفوا، 6 اللي هو هذا الخيار 6 وسالب 6 راح يكون هني، والثانية اللي هي سالب 6 و6 راح يكون هني. طبعا احنا نقول ان الدائرة تمس المستقيمين واي تساوي 5 واي تساوي 7، طبعا ما يصير يكونون هني لانهم فوق، فاكيد ان الاجابة راح تكون هذه اللي هي المركز يكون سالب 6 و6، يعني الخيار راح يكون هو دي. فهذا هو طريقة استنتاج الإجابة. طبعا هذا الخطأ لأن المركزين أو الإحداثية نفس الإشارة، المفروض يكونون عكس الإشارة، واخترنا هذه لأن على أساس أن الدائرة تمس المستقيمين واي تساوي 5 واي تساوي 7 فيكونون فوق. السؤال رقم 7، يمثل الجدول المجاور التوزيع الاحتمالي. هاي التوزيع الاحتمالي، المطلوب ما القيمة المتوقعة؟ طبعا احنا عشان نوجد القيمة المتوقعة اللي هو اي اكس، فاحنا نضرب كل قيمه في الاحتمال مالها، يعني نضرب 1 في 0.1 زائد 2 في 0.2 زائد 3 في 0.3 زائد 4 في 0.4. نحسب هذا باستخدام الاله، راح نشوف ان الناتج راح يعطينا 3، فهذه الاجابه هي سي.
السؤال رقم 8، في دراسة مسحية عشوائية شملت 676 شخص، أفاد 40% منهم أنهم يشاهدون مباراة واحدة على الأقل في كرة السلة شهريا، ما هامش الخطأ؟ طبعا هامش الخطأ هو مقدار يساوي زائد أو ناقص واحد على جذر N. طبعا الـ N ما هي؟ الـ N هي عدد العينة من المجتمع، يعني 676، فأنا راح أحسب زائد ناقص واحد على جذر 676، الناتج أضربه في 100 عشان يكون عندي نسبة مئوية، راح نشوف أن الناتج راح يكون لو حسبنا بالآلة 0.385 تقريبا. فهذه النسبة عشان أطلعها بالنسبة المئوية أضربها في 100 راح يطلع عندي الناتج 3.85%، فالإجابة هي C. المطلوب الأخير التاسع، الانحراف المعياري العينة من القيم يساوي 28، إذا كان مجموع مربعات الانحرافات عن الوسط يساوي 4707 ما عدد القيم؟ طبعا احنا نعرف ان الانحراف المعياري هو S ويساوي الجذر حق التباين. التباين ما هو؟ هو سيجما XI ناقص X بار الكل تربيع على N ناقص واحد. فأنا عشان أقول S لازم أوجد الجذر، فأنا راح أحط جذر. نقوم بتربيع الطرفين، فعشان كذي الاس راح تكون اللي هي 28، راح اقول تربيع عشان اكنسل الجذر. طبعا هذه السيجما هي مجموع مربعات الانحرافات اللي هي 4704 على ان ناقص واحد. طبعا 28 تربيع هي 784 تساوي 4704 على ال ناقص واحد. نضرب الطرفين في الوسطين راح يعطينا 784 في ال ناقص واحد يساوي 4704. أقسم الطرفين على 784 فراح يطلع عندي ال ناقص واحد تساوي، نحسبها بالآلة، 4704 على 784 راح يعطينا الناتج 6. طبعا هذه ان ناقص واحد، فالان تساوي 6 زائدا واحد يساوي 7، فالناتج هو 7. طبعا انا هني حليت السؤال كامل. احنا في الاختيار المتعدد ممكن نحله بطريقة سهلة، ان احنا شو نسوي؟ نقوم نقسم 4704، هاي طبعا عدد القيم، نقول 4704 قسمه 6 ونحسب لها الجذر، اذا طلع 28 فهذه هو الجواب. يعني هذا الجواب خطأ، لأن لو قسمنا 4704 على 5 ناقص 1 وأوجدنا الجذر ما راح يعطينا 28. فأسهل طريقة هي أنك تجرب كل إجابة في القانون، بينما لو جاءنا السؤال مقالي فإحنا نحل بهذه الطريقة. فهذا بالنسبة إلى حل سؤال اختيار من متعدد. ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول أجب عن الفروع التالية، حدد أقل درجة ممكنة للدالة F. الدالة F مرسومة، عشان نحدد أقل درجة نحسب عدد نقاط التحول. لو تلاحظون عدد نقاط التحول، هذه نقاط التحول هي القيم العظمى والصغرى، هذه واحدة وهذه واحدة، فيكون العدد 2، فتكون الدرجة أقل درجة تكون هي 2 زائدا 1 فتكون 3. أقل درجة هي عدد نقاط التحول زائدا 1 يساوي 3، ما عدد الأصفار الحقيقية. نشوف كم مرة قطعت المنحنى، كم مرة قطع منحنى الدالة محور X، قطعها هني وهني، ولو تلاحظون في سهم هني، السهم هذا بيروح إلى فوق، سلوكه هنا يروح لفوق، فهو راح يقطع محور X هني، ففي عندي 3 أصفار حقيقية فعددهم 3. قدر الإحداثي X لنقاط التحول أو للنقاط العظمى والصغرى محلية. في البداية لو أخذنا هذه نشوف أن هذه هي قيمة، هو بس يبغي الإحداثي X، فنقول توجد قيمة صغرى، طبعا هذه نوعها محلية، هي كم؟ تقريبا
لو قدرناها راح نقول مثلا سالب 12.2 مثلا بالتقريب، وطبعا ما طلب قيمتها، وطلب بس الاحداثي x، بس احنا خلينا نكتبها هذه هنا. عندما x كم تساوي؟ طبعا عندما x تساوي تقريبا 4، طبعا هذه كم هنا؟ 4 6، فهذه مثلا هنا مثلا قدرها بخمسة مثلا، عندما x تقريبا 5. وتوجد ايضا قيمة عظمى محلية هي كم قيمة الواي هنا؟ تقريبا خلنا نقول هاي 6، هاي تقريبا 6، يعني تقريبا هنا هاي 8، يعني خلنا نقول 7 مثلا فاصلة 5، يعني شيء تقريبي. عندما x كم تقريبا؟ عندما مثلا x تساوي تقريبا هني ال x مثلا تساوي مثلا 9، فهي المسألة مجرد تقريب، بس يكون تقريبنا يعني يكون معقول. صف سلوك طرفي التمثيل البياني. احنا نصف، عشان نوصف السلوك نقول لما ال x تروح للإنفينيتي، ال f x وين تروح؟ وأيضا لما ال x تروح إلى سالب إنفينيتي، ال f x وين تروح؟ تقترب من شنو؟ لو بدينا بالإنفينيتي يعني الطرف الأيمن، هذا الطرف الأيمن، هذا الطرف الأيمن رايح لتحت، يعني رايح إلى سالب ما لا نهاية. والطرف الأيسر، طبعا هاي سالب إنفينيتي، خلنا نعدلها، والطرف الأيسر لما x تقترب من سالب الانفينيتي، يعني هذا الطرف طبعا هذا رايح لفوق، يعني رايح إلى الانفينيتي. فهذا هو بالنسبة إلى حل هذا السؤال الثاني. أولا المطلوب ثانيا حل نظام المعادلات الآتي. طبعا هنا في كذا طريقة إلى الحل. أنا لو سميت هذه المعادلة رقم 1 وهذه المعادلة رقم 2، لو تلاحظون هنا عندي 2y تربيع يساوي x تربيع زائد 41، وهني في x تربيع زائد y تربيع. احنا ممكن نحلهم بالتعويض او بالجمع او بالطرح او بضرب احد المعادلات في عدد، فاي طريقة ممكنة. لو تلاحظون هني في x تربيع وهني في x تربيع، فانا ممكن ان انا هني اطلع x تربيع من هذه المعادلة. x تربيع هني تساوي 2y تربيع ناقص 41، هذه المعادلة مثلا خلينا نسميها ستار. أقوم أعوض المعادلة ستار في وينه؟ في المعادلة رقم 1، تعويض في المعادلة رقم 1، يعني راح أشيل x تربيع أحط مكانه 2y تربيع ناقص 41، فراح يصير عندي 2y تربيع ناقص 41 زائد y تربيع، وأنقل 34 راح تصير سالب 34 يساوي 0. أخليها معادلة صفرية وأرتبها، 2y تربيع زائد y تربيع يعطيني 3y تربيع. سالب 41 لو جمعتها مع سالب 34 راح تعطيني سالب 75 يساوي 0. ممكن انا انقل ال 75 الحين وبعدين اقسم عليها، اقسم على الثلاثة، لو قسمت على 3 راح يعطيني 25. ففي عندي ناتجين، إما y تساوي 5 أو y تساوي سالب 5. إذا كانت ال y تساوي 5 نبقى نحسب قيمة ال x، فنعوض في المعادلة ستار. أنا عندي هنا x تربيع، فنقول x تربيع يساوي 2 في ال y، يعني تربيع يعني 25، بتكون 5 تربيع 25 ناقص 41، فراح يطلع عندي x تربيع يساوي 2 في 25 50 ناقص 41 يساوي 9، فتعطينا ال x تساوي زائد ناقص 3. ايضا لو عوضنا بسالب 5 في المعادلة ستار نفس الشيء راح يعطينا x تربيع يساوي، لان هذه لو ربعناها بعد بيعطينا نفس الشيء 25، فايضا الناتج راح يكون 9، فايضا بيعطيني ناتجين هما زائد ناقص 3. فلو تلاحظون ان في عندي انا الحين كذا قيمة، لازم اكتب في النهاية مجموعة الحل كأزواج مرتبة x y. نبدي بال x الاولية، هني عندي y وهني عندي x، ما نخربط نحط 5 و3 او 5 وسالب 3، نبدي بال x 3، نقول 3 و5 سالب 3 و5،
فنكتبهم. وبعدين ايضا عندي هني ايضا 3 وسالب 3، 3 وسالب 3 يعطونا كم الواي؟ يعطينا الواي سالب 5، فنحط هني سالب 5 ونحط هني سالب 5، ففي عندي اربع ازواج مرتبه هي حلول هذه المعادلتين. ممكن احنا نشيكهم، نحط هني الاكس ب3 والواي ب5، وهني ايضا نفس الشيء بتشوفون المعادلتين صحيحتين. ننتقل الى السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول اوجد جميع اصفار هذه الدالة. طبعا هني انا عشان اوجد جميع الاصفار، اول شغلة طبعا هني يبغي جميع الاصفار، اول شيء افكر هل انا ممكن اقوم بالتحليل، انا هل ممكن اخذ عامل مشترك؟ ما في عامل مشترك بينهم كلهم، وما اقدر احلها بالتقسيم، لانه لو تلاحظون لو باخذ هني اكس تربيع واكس زائد 5، خلينا نشيك نحلها بالتقسيم. لو فكرنا نحلها بالتقسيم، طبعا عشان نحلها بالتقسيم نساويها بالصفر. لو اخذنا عامل مشترك هني ما بين اول حدين هو اكس تربيع، بيطلع عندي اكس زائد 5. المعادلة الثانية بين ال 24 وبين ال 20 شنو العامل المشترك الأكبر؟ طبعا الأعداد اللي تقبل قسمة على 20 هي 10، طبعا ما تصير 5 و4، طبعا 5 ما تصير، الأربعة ممكن. فلو أخذت 4 عامل مشترك راح يطلع عندي 6x زائد 5. هل قوسين متشابهين؟ طبعا لا، فهذه الطريقة لا تصلح، ف نمسح هذا. طبعا يعني طريقة التقسيم غير مناسبة هني. إذا ما ناسبت طريقة التقسيم راح أحلها بطريقة الأصفار النسبية. عشان أحلها بطريقة الأصفار النسبية راح أول شغلة أوجد بي وكيو. بي عوامل الحد الثابت 20، كيو عوامل الحد الثابت يعني عوامل الواحد. ف ما عندي طبعا عوامل واحد خلاص ما يحتاج ما بستفيد، يعني بيكون واحد. فالأصفار النسبية الممكنة راح تكون شنو هي؟ الأصفار النسبية الممكنة هي عوامل البي، لأن احنا بنقسم على واحد فما يحتاج. فنقول العوامل هي زائد ناقص عوامل العشرين. هي أول شيء نبدي بالواحد، واحد في كم يعطينا 20؟ طبعا واحد في 20. بعدين الاثنين، 20 على 2 يعطينا 10. 3 ما يصير، 4 ممكن، 4 في كم يعطينا 20؟ 5. طبعا بعدين 6، بعدين بما ان احنا قلنا 4 5 خلاص ما في اعداد ما بينهم، فهذه هي الاصفار النسبيه الممكنه، كل واحد راح نحط له زائد وناقص. المفترض ان الحين احنا نقوم نجرب المفروض نحن نقوم نجرب الحين كل صفر نسبي هني. فاحنا ممكن بطريقة اسهل نشيك مود 5-3، فراح يطلع عندنا احد الاصفار هو سالب 1 والعددين الباقيين تخيليين. احنا لازم نكتب الخطوات، فاحنا نقول اف سالب 1 يساوي 0. اقوم اسوي قسمة تركيبية، يعني نقسم اف اكس على اكس زائدا واحد. فلو سوينا قسمة تركيبية وحطينا سالب واحد، نحط المعاملات واحد خمسة اربعة وعشرين وعشرين، ننزل الواحد اول شيء مثل ما تعلمنا، نضرب واحد في سالب واحد سالب واحد، نجمع خمسة زائد سالب واحد اربعة، اربعة في سالب واحد سالب اربعة، لو جمعناها بيعطينا 20، 20 في سالب 1 سالب 20، الناتج لازم يكون هنا طبعا صفر، لأن الناتج هنا صفر، فلازم هنا يكون صفر، فالناتج هو
طبعا احنا قسمنا على اكس زائد واحد، فنقلل هذه درجتها بواحد فتصير اكس تربيع، فنقول واحد اكس تربيع زائدا اربعة اكس زائدا 20. لو حبينا نحلل هذه ما بتتحلل، فنقوم بحلها بالقانون العام، فنقول ايه تساوي واحد، طبعا احنا بنحل اكس تربيع زائدا اربعة اكس زائدا 20 يساوي صفر، فنوجد الـ A والـ B والـ C، الـ A واحد، الـ B أربعة، والـ C 20. القانون العام طبعا يقول X تساوي سالب B زائد ناقص B تربيع ناقص 4AC على 2A، فسالب B يعني سالب واحد زائد ناقص جذر B تربيع يعني 16 ناقص 4 في 1 في 20 على 2a يعني 22 على 2 في 1 يعني على 2 راح يعطينا سالب 1 زائد ناقص على 2. نحسب هذه بالآلة 16 ناقص 4 في 20 فراح يعطينا سالب 64. سالب 64 لو أوجدت إلى الجذر راح يعطينا 8 آي الوحدة التخيلية طبعا. ففي عندي حلين طبعا، هني سالب سالب بي عفوا مو سالب واحد هو سالب 4 عفوا. ففي عندي حلين، نقسم سالب 4 على 2 راح يعطينا سالب 2، 8 على 2 راح يعطينا 4. فهذا هو الحلين المركبين المترافقين، طبعا لازم يكونوا نفس الشيء بس الفرق هنا سالب. فنقول ان الاصفار هي الصفر الحقيقي اللي طلعناه هنا اللي هو سالب 1 وايضا سالب 2 زائد ناقص 4 اي، فهذه جميع اصفار الداله. ننتقل إلى السؤال الرابع، أوجد معادلة مسار النقطة التي تتحرك بحيث يكون مجموع بعديها عن النقطتين 3 و 4 و 3 و سالب 4 يساوي 10. طبعا احنا النقطة هذه إذا قال لنا مجموع بعديها عن النقطتين، من يذكر أن المجموع البعدين عن النقطتين هو شيء ثابت هني أعطاني 10، فمسار الحركة هذه هو مسار قطع ناقص. فاحنا نتكلم عن النقطة تتحرك بمسار قطع ناقص، لأن احنا قلنا القطع الناقص هو مجموعة النقاط اللي يكون مجموع بعدي النقطة عن نقطتين ثابتتين يساوي مقدار ثابت، فبما أن هذا المجموع يساوي 10 فهذا هو قطع ناقص. فهذه هي البؤرة الأولى نسميها F1 وهذه البؤرة الثانية F2، فهي طبعا قطع ناقص. فبما أن المجموع البعدين يساوي 10 فإحنا نتذكر أن المجموع يساوي 2A، ف2A يساوي 10 فالA راح تكون 5. أيضا شنو عندنا من معلومات؟ طبعا إحنا عندنا البؤرتين، البؤرتين 3 وسالب 4 3 و 4. طبعا أول شغلة نذكر أن وضع القطع شنو حسب البؤرتين اللي تغير هو الواي، فوضع القطع رأسي. فالمعادلة هي معادلة القطع الناقص الرأسي راح تكون واي ناقص كي واي ناقص كي كل تربيع على اي تربيع. طبعا دائما الاي تربيع بتاخذ اللي هو الحد الاكبر راح يكون على حسب الرأسي، فنقول على الواي زائد في القطع الناقص نقول زائد زائد اكس ناقص اتش لكل تربيع على بي تربيع يساوي واحد. احنا طلعنا الاي، نقدر نطلع السي من البؤرتين، طبعا احنا اللي تغير هو الواي هني، فنقول ان البعد ما بين البؤرتين خلينا نقول البعد بين البؤرتين طبعا هو 2 سي،
2C تساوي كم؟ 4 ناقص ناقص 4، يعني نخليها في المطلق 4 ناقص سالب 4 أو سالب 4 ناقص 4 نفس الشيء، لأن في المطلق راح تعطينا 8، فالسي تساوي 4. إحنا في القطع الناقص نعرف أن سي تربيع تساوي A تربيع، بما أنه قطع ناقص فراح يكون زائد، فهني راح يكون زائد B تربيع. الـ A 5 والسي 4، فنقول هني 16 تساوي الـ A تربيع 25 زائدا B تربيع، فبالتالي الـ B تربيع تساوي عفوا هو قطع ناقص مفروض ناقص وليس زائد، عفوا. طبعا هذا شلون اكتشفناه؟ احنا لو نقلنا 25 هني بيكون بالسالب فما يصير، فننتبه الى هذا الشيء. هو قطع ناقص فيكون هني ناقص، فالبي تربيع لو وديته الجهة اليسار ونقلت 16 هني فراح يصير 25 ناقص 16 يساوي 9. فالبي طبعا هو البعد ما بين المركز والرأس المرافق، فيكون البعد موجب، فنقول الجواب 3، فبالتالي تكون المعادلة هي، طبعا نطلع المركز أول، ما طلعنا المركز، المركز شنو هو؟ المركز هو 3 زائدا 3 على 2، لأن المركز يتوسط البعد ما بين البؤرتين، وسالب 4 زائدا 4 على 2 راح يعطينا 6 على 2 3، لأن قلنا 3 ثابتة، وسالب 4 زائدا 4 0، فيكون المركز 0. فهذه H وهذه K، فالمعادلة هي Y ناقص K، يعني Y ناقص 0، فما يحتاج نحط ناقص 0، على A تربيع يعني على 25 ناقص أو زائد عفوا X ناقص H يعني X ناقص 3 الكل تربيع على B تربيع يعني على 9 يساوي 1. فهذه المعادلة المطلوبة، Y تربيع على 25 زائد X ناقص 3 الكل تربيع على 9 يساوي 1. السؤال الرابع، مثل بيانيا القطع الزائد. طبعا هني عشان مثل القطع الزائد اول شيء لازم اطلع المركز والA والB. اول شغلة عند المركز واضح انه المركز هو، طبعا هنا نعكس الاشارة فنقول 3 وسالب 1، هذا المركز. يبغى من عندنا البؤرتين والرأسين ومعادلة خط التقارب. طبعا انا عندي في القطع الزائد هذا اللي يكون في الموجب هو الA تربيع، وهذا راح يكون البي تربيع، فالA تربيع يساوي 9، فالA تساوي 3، والبي تربيع تساوي 4، فالبي تساوي 2. نوجد البؤرتين والرأسين. أول شيء البؤرتين، بما أن القطع الزائد، طبعا هذا وضع القطع شنو؟ وضع القطع بما أن الموجب على الإكس فوضع القطع أفقي، فاحنا لو بدينا بالبؤرتين H و K، بما ان افقي فاللي راح يتغير هو الافقي، يعني راح يتغير ال H، واحنا قلنا البؤرتين نزيد C وننقص C، فنقول H زائدا C و K H ناقص C و K. فلو جمعنا، طبعا ما طلعنا C، نوجد C في القطع الزائد، يكون C تربيع يساوي A تربيع زائد B تربيع، لأنه قطع زائد، فهذا راح يساوي A تربيع 9 زائدا 4 يساوي 13، ف السي راح تكون جذر 13، السي راح تكون جذر 13. فلو زيدنا سي على الاتش، الاتش 3، هذا الاتش والكي، ها 3 زائد جذر 13 وسالب 1، وثلاثة ناقص جذر 13 وسالب 1. لو حبينا نوجد الرأسين، فالرأسين قلنا الرأسين يتعلقون بالA، فراح نقول H بعد أيضا لأنه أفقي، فنزيد A وننقص A، وهني طبعا K ثابتة. ال H كم؟ ال H 3، 3 لو زيتها على ال A اللي هي 3 راح تصير 6، فيكون 6 وسالب 1. الاتش اللي هي 3 لو نقصتها
ثلاثة راح تعطينا صفر وسالب واحد، فرأسين هما ستة وسالب واحد وصفر وسالب واحد، يبقى علينا آخر شيء معادلتا خطي التقارب. معادلتي خطي التقارب راح يكونون واي ناقص كي، بما ان افقي فراح نقول زائد ناقص بي على اي اكس ناقص اتش. فنكتب واي ناقص كي يعني واي ناقص الكي، طبعا كم الكي سالب واحد، فنقول واي زائد واحد يساوي زائد ناقص بي على اي، لو قسمنا بي على اي راح يعطينا 2 على 3 في اكس ناقص اتش يعني اكس ناقص 3. فهذه هي معادلتي خطي التقارب واي زائد واحد تساوي زائد ناقص 2 على 3 في اكس ناقص 3. الحين نرسم، طبعا نرسم المحاور اول شيء، هذا محور اكس واي. اول شيء نرسم المركز، المركز هو 3 وسالب 1، طبعا المركز 3 وسالب 1 1 2 3 هني المركز. اول شغله نمشي على حسب الافقي، الافقي طبعا هني 9 الافقي 3 عفوا، فنمشي 3 يمين 3 يسار، والرأسي نمشي 2 2 يعني بي نمشي 2 2، فنرسم مستطيل. فاول شغله مشينا هني 2 وهني 2 يعني هذه المسافه تكون 2 وهاي 2، فيكون طول هذا الخط هو 4 اللي هو الخط سميناه المرافق. الاي 3 فنمشي 3 هني 1 2 3 فنصك هني، ونمشي هني 3 1 2 3 نصك المستطيل ونرسم خطي التقارب بهذا الشكل بالمسطره طبعا، وبعدين نحط الرأسين اللي هم قلنا افقي فراح يكونون في النص يعني واحد مني وواحد مني، ونمشي مع خطوط التقارب بهذا الشكل. نمشي مع خطوط التقارب، لازم نمس النقطة اللي هي الرأس أيضا هني، هذا النقطة نمشي خط التقارب، وأيضا هني نمشي بهذه الصورة. فهذا هو تمثيل القطع الزائد بيانيا. ننتقل إلى السؤال الخامس، أجري اختبار في مادة رياضيات للصف الثالث ثانوي، أعطانا هذا الجدول، بين أن التوزيع صحيح. أول شغلة عشان نبين التوزيع صحيح، هاي طبعا التقدير وهذا الاحتمال، لازم أول شغلة أن تكون الاحتمال ما بين الصفر والواحد، لاحظ أنه أي بالفعل ما بين الصفر والواحد، فنكتب أن البي ما بين الصفر والواحد. الشغلة الثانية نوجد مجموع الاحتمالات، نقوم نجمع الاحتمالات، لازم يكون المجموع يساوي واحد، فلو جمعنا 0.26 زائد 0.43 زائد 0.19 زائد 0.12 نجمعهم بالآلة راح تشوفون انهم راح يكون واحد، فبالتالي نستنتج ان التوزيع صحيح. لازم نكتب هذين الشرطين، بي اذا اختير احد الطلاب عشوائيا ما احتمال ان لا يزيد تقديره عن البي، ان لا يزيد معناتها بي او اقل، يعني نقول بي اكس اقل من او يساوي بي، فاحنا ناخذ البي والسي والدي والاف يعني الاشياء الاقل من البي، التقديرات الاقل من البي هي سي ودي واف، فاحنا ممكن نجمع هذيلا فنقول 0.43 زائد 0.19 زائد 0.12، لو جمعنا باستخدام الاله الحاسبه راح يطلع عند الناتج 0.74، او اقوم اطرح من الواحد تقدير الـ A يعني واحد ناقصه 0.26 فأيضا راح يعطينا 0.74. فهذا بالنسبة إلى هذا السؤال الخامس أولا. السؤال ثانيا هذه أعطاني بي A اتحاد بي، أعطاني بي بي، أعطاني بي A وطلب بي A بشرط بي. طبعا في البداية بي A بشرط بي قاعدة تقول بي A تقاطع البي على بي بي، طبعا بي اي تقاطع بي ما عندي، لكن عندي بي بي اللي هو 0.3، فانا راح اوجد اول شيء بي التقاطع. بي التقاطع هو بي اي، استخدم قانون الاتحاد، بي الاتحاد هو بي اي
زائد بي بي ناقص بي اي تقاطع بي. طبعا بي الاتحاد يساوي 0.7، بي اي تساوي 0.5، بي بي تساوي 0.3، وهذا مجهول اللي هو بي اي تقاطع البي. فبي اي تقاطع البي يساوي 0.7 ناقص 0.5 0.7 ناقص 0.5 ناقص 0.3، فراح يعطينا 0.، المفروض بالعكس، لو نقلت انا هذا مني المفروض اقول 0.7 زائدا 0.5 زائدا 0.3 راح يعطينا 0.1 فبي اي تقاطع البي راح تكون 0.5 زائدا 0.3 ناقص 0.7 راح يعطينا 0.1، فالناتج هو 0.1 على 0.3 راح يعطينا الناتج ثلث. فهذا بالنسبة إلى السؤال ثانيا. في السؤال الرابع ننتقل إلى السؤال السادس والأخير. أشارت دراسة سابقة إلى أن 60% من الخريجين يرون أن سنوات المرحلة الثانوية كانت ممتعة، وقد نفذت مريم دراسة مسحية على 150 خريجا عشوائيا، ما احتمال أن يوافق 96 خريج على الأقل منهم بما جاء في الدراسة السابقة؟ طبعا هذا السؤال على درس توزيعات ذات الحدين، اللي يشوفون أنه هي الدراسة ممتعة هم 60%، فهذا احتمال النجاح اللي هو 0.6، فاحتمال الفشل اللي هو قلنا بنسميه F هو 1 ناقص 0.6 يعني 0.4، وعطانا عدد الخريجين 150 يعني الN 150. طبعا بما ان العدد كبير فراح نستخدم التوزيع الطبيعي، بس لازم اول شغلة نوجد NS و NF. NS تساوي بوينت الN 150 في بوينت 6، فبوينت 6 في 150 نحسب بوينت 6 في 150 راح يعطينا 90. ايضا NF هي 0.4 في 150 لو ضربناهم في بعض راح يطلع عندي 60. فبما ان هذه الاكبر من 5 فنقرب للتوزيع الطبيعي. عشان اقرب للتوزيع الطبيعي لازم اوجد الميو والسيجما، اوجد الوسط واوجد الانحراف المعياري. الوسط هو NS، NS عندي اللي هو 150 في 0.6 اللي هو طلعناه فوق 90. السيجما هي الانحراف المعياري هي جذر NSF، فلو ضربنا جذر 150 في 0.6 في 0.4 وضربناهم في بعض واوجدنا اليهم الجذر التربيعي راح يطلع عندي تقريبا او بالضبط راح يطلع عندي جذر 36، فهذا يساوي 6. بعدين اقوم ارسم شكل التوزيع الطبيعي، لازم ارسم شكل التوزيع الطبيعي، اخلي في النص الوسط اللي هو 90. اول شيء نقسم الرسمة، طبعا عندي انا هني كم، هني 34، هني 13.5. طبعا بالمئة لازم نكتب النسب، اول شغلة 13.5 وبعدين عندي 2% وعندي 0.5%. ايضا هني نفس الشيء 34 يعني نعكسهم، بس هني 13.5 ايضا، هني 2% وهذه 0.5%. طبعا هو قال يبغي ما احتمال ان يوافق 96 على الاقل، يعني بي اكس اكبر من او يساوي 96. طبعا هاي 90 والسيجما 6 اللي هي انحراف، نزيد 6 ف 96 زائد 6 102 زائد 6 108، فاللي اكبر من 96 نضل لهذه الجهة، نضل لهذه المنطقة، فالنسب راح تكون 13.5 زائدا 2 زائدا 0.5%،
لو جمعناهم راح يعطينا 16%، فهذا هو الناتج إلى الاحتمال هو 16%. وبالتالي نكون قد انتهينا من شرح امتحان العام الماضي، وبالتوفيق للجميع.